الموبايل ليه اشكال ثابته من وقت ما اخترعوه، محدش حاول يغير في شكل الموبايل بشكل كبير بحيث ان هو يناسب احتياجاتنا اليوميه. تخيلوا لو الموبايل بقى على شكل جوانتي، تلبسه على طول في ايديك وتقدر تتكلم منه في اي وقت زي ما بتعمل الاشاره دي بالظبط اما بتخلي حد عايزه يكلمك. ممكن يكونوا استمدوا الفكره دي من كده، لكن خلونا نشوف مع بعض هيكون عملي ولا لا لو فعلا الموبايل كان على شكل جوانتي. جلاف 1 هو اسم الاختراع اللي يخليك تقدر تتكلم من الموبايل على شكل جوانتي، زي ما احنا شايفين ازاي شكله بسيط وبيأدي الغرض بتاعه على طول. تقدر تحط فيه الشريحة وتبتدي تتكلم، الميكروفون محطوط في الصباع الصغير والسماعات في صباع الإبهام. بمجرد انك تلبسه بيبتدي يشتغل على طول وتبتدي اللمبة تنور اللي يدل على انه التليفون شغال. هنشوف تجربة ازاي يقدر يطلب تليفون تاني عن طريق الجلاف 1 اللي هو التليفون المحمول اللي على شكل جوانتي. زي ما انتم شايفين طلب فعلا بنجاح وقدر يتصل بالتليفون التاني اللي هو حاطه للتجربة. ممكن يكون عملي لبعض الناس وممكن يكون مش عملي بعض الناس، على اي حال هي فكرة جديدة.